بلاد الافاعي دول ساقول سقنا وساقوه مسروق لهو مسروق ساقوه زي اللي جابوا له حاجه اصفره وساقوه يا بورسعيد جاي النعيد حسبي لولاد الليل يا اما يسرقوا يا خلقه يا خلقه الروح حبيتك يعمر بيت عشت يا اما يا بورسعيد بس اللي أزانة حرامي خزانة خزانة رزانة سياد وعبيد للروح حبيت يعمر بيت عشت يا أما يا بورسعيد بس اللي أزانة حرامي خزانة خزانة رزانة سياد وعبيد عالم شو ضلي أغنية ضلالية وإحنا الجلابية الهربية فينا اللي سيع وفينا اللي ضيع فينا اللي سيع ويضيع واللي يبيع ابوه واللي جابوه يا خلقه يا خلقه عالسوق يا هو السوق يا هو ولاد الافاعي دول ساقوا سقنا وساقوه مخلوق لهو زي بحور جريح تنهى الضرية تلج بسريا كان لها الشوق واحد موسو قال ان السوق بقى شيء موبوق وبغاية السوق زي بحور جريح تنهى الضرية تلج بسريا كان لها الشوق امواج غلابة ايام قلابة وناسنا غلابة وملها حقوق الحق جاله الحر بلو الحق كله والحر بلو والحب خانو والخير قتلو يا خلقه يا خلقه عالسوق يا هو السوق يا هو ولاد الافاعي دول ساقوا سقنا وساقوا يا بورسعيد جاي النعيد حسبي الاولاد سبح سبح يا صباح العسل على الناس العسل طب سبح سبح عايز ولا حجة المعلم كان لي سيدي المعلمين بعد ده للريس سيستم سيدي ستاتيم ايه ده ده كانت الفرح بتاعه عقبالكم وبقوله للريس سيستم انه ما ينساش الميعاد لحسن سيدي المعلمين يزعل منه قوي طب غور من هنا اد وارجع لمعلمك سلام عشان مش عايزين وجع دماغ في يا عم انت بتشخط فيا كده ليه مزاجي الوكالة وكالتنا ونشخط وننطر زي ما احنا عايزين الله 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 انت بتزق يا عنتر ولا ايه اه بزق يا عجة مش عاجبك الله 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 انت بتزق تاني يا عنتر مش حلو كده هو ده النظام مش عاجبك يالا ولا ايه سيب القميصة درويش
في ايه يا جدعان؟ هو في حد دسلكوا على الطرف ولا حاجة؟ يا عم هو احنا كده بنقول يا شكل للبيع، عندك ايتها منع يا عجة؟ الحقوني يا جدعان، انا ما عملتش حاجة. طيب بتزقني ليه؟ يا سيدي المعلمين، يا معلم كان، يا كان، الحقوني يا جدعان، الحقوني يا دم انا تتمزع يا عجة. اي الحقوني يا ناس، يا عجة اي الحقوني يا ناس، استهدى بالله يا عجة، يا عجة يا عجة، مالكش فيها خلق. الراجل هيموت. هتعوضهم ازاي؟ انا مش فاهم. انت فاهم كويس قوي، بس مش عاوز تصالح نفسك. انا مديت لك ايدي، عاوز اشتغل معاك زي ما كنت بشتغل مع ابوك زمان. مش انت دلوقتي في مكانه؟ طب والحاج سلطان؟ لا انسى، اطوي الصفحه دي. اطويها ازاي؟ وانت عارف ان الحاج سلطان هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في كل حاجة. مش بعد ما انا قال لك كل حاجة باسمك؟ الله، حتى دي عارفها؟ عرفتها منين يا راجل؟ هو في حد في بورسعيد كلها لسه معرفش؟ بس الحاجات دي هو سايبها امانة عندي، وانا ما اقدرش اتصرف فيها من غير الرجوع ليه. طب لما هو حيرجع كان عمل كده من الاول ليه؟ لا هو حيرجع، يعني حيرجع، بس هي المساله مساله وقت بس. ومالك متاكد قوي كده؟ لان انا اكتر واحد عارفه في الدنيا دي. بعد كل اللي حكيته لك ولسه بتقول لي انك اكتر واحد عارفه؟ بس انا ما صدقتكش. مش كفايه انه حط ديله في سنانه وقال يا فكيك ليلته؟ مش كفايه انه ما سالش عني ولا سال عن حد من عيلتي، مراتي، ولادي، لغاية ما خلانا في ايدهم؟ مش عارف اذا كانوا عايشين ولا ميتين، مش عارف فين اراضيهم دلوقتي. انا مطلوب مني اني اصدق كل الكلام ده؟ مطلوب منك تاخد قرار. واخد قرار ازاي وانا معرفش عنك غير اللي انت حكيتهولي؟ انا مش عارف حتى فين الاقيك لما اعوزك. كل اللي انت عاوز تعرفه هقولك عليه، بس لما ترسيني. انت معايا ولا؟ عن اذنك. ايوه عنتر، خير في ايه؟ انت بتقول ايه؟ امتى وازاي؟ طب انتوا فين دلوقتي؟ طب يلا يلا، انا جايلك جايلك على طول. معلش، هنكمل كلامنا بعدين. سلام. كان لازم تتغابى وتتقل ايدك. انا اللي جريت شكله برضه. رئيس عيد، هتخرجنا من هنا يا ريس مش كده؟ ايه المشكله؟ اتحرشوا بينا يا ريس. وانت ما رضيتش يا ريس ان احنا نسكت. مين يتحرش فيكم؟ صاب الكلب. الله، ولما صاب الكلب يتحرش فيكم تعملوا مقامكم بمقامه وتعملوها شكله والناس تتلم، ولا تنتظروا لحد ما ارجع واشوف ايه الحكايه؟ هما عملوا محضر ولا لسه؟ عملوا يا ريس، بس احنا مش هنسكت يا ريس. هم اللي ابتدوا دجشوا المحل، عاوزين تعويض يا ريس. والمحل الدشدش كمان؟ لا لا يا ريس، دول هم كام حته كده بس، المحل سليم والحمد لله. علي النعمه حلال فيكوا السجن، بس اعمل ايه بقى؟ رجالتي ترزي هنا منك له على بال ما اشوف لكم صرفه. ماشي يا ريس. حاضر يا ريس.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا خالد بيه؟ ازيك يا بيه؟ الله يخليك. ايه يا معلم سعيد؟ هو الباشا مش موجود ولا ايه؟ لا والله في ماموريه. خليكم اسبوعين هنا على بال ما اشوف حل المصيبه دي. كانت 60 مصيبه. ماشي يا ريس. يعني كان لازم تتسحب من لسانك وتقول له؟ ما كان هيعرف هيعرف. يعرف بس لما ننكشح من هنا الاول يا اخي. لا لما ننكشح من هنا هيعرف ان انت اللي جريت شكل الواد عجه. ومين بقى اللي هيقول له درويش؟ ماشي ماشي يا درويش. احنا فتحنا محضر بالواقع والشهود اثبتوا ان الرجاله بتوعك هما اللي ابتدوا بالاعتداء على الواد اللي اسمه العجة يا باشا. أيوة العجة. أيوة. للاسف احنا اضطرينا نفتح محضر. لسه في ولد عندك كمان خارج من الحبس الاحتياطي في تهمه زي دي. ايه الموضوع يا سعيد؟ انت بتشغل عندك فتوات ولا ايه؟ لا يا باشا لا فتوات ولا حاجه. فتوات ايه؟ دول شويه عيال صواميل عقلها فكه. انا بصراحه الودي ودي اسيبهم يناموا على البرش، بس زي ما انت عارف دول يعني رجالتي واللي يمسهم يمسني. ممكن نفرج عنهم بضمان، لكن لازم يتعرضوا على النيابه بكره الصبح. الا لو خليت القن والواد بتاعه يتنازلوا عن المحضر. يعني ملهاش حل تاني؟ لحسن الحظ الكشف الطبي ما ظهرش اي حاجه خطيره، معاها مستديمه ولا علاج 21 يوم، يعني لو تم الصلح هتبقى حاجه بسيطه. طب ما ينفعش نعتبرها خناقه عاديه يعني بتحصل كل يوم يعني ونقفل المحضر على كده؟ انت سيد العارفين الحق الجنائي حاجه والحق المدني حاجه تانية. ما احنا برضه لينا حق يا باشا، ده المحل اتكسر والبضاعه اتدشدشت. خلي العجه يتنازل، هو برضه مش شغال عند اخو مراتك. شغال. طب خلاص تبقى محلول. ماشي. هيا 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 بالراحه شويه يا سيدي معلمين. ايدك هتوصل لخدنا الفوخي. يلا نفوخك بقى منور. يا عجه اجمد امال اجمد امال، خلينا نشوف الجرح واصل لحد فين. اهو اي اي يعني هي هتفرق في ايه يعني يا سيدي معلمين؟ من اتضربت وبهدلت واللي كان انا هبتقلت في السوق بعد العلاقه دي يا سيدي معلمين. ما انا اصلي فاكر نفسي مشغل معايا راجل، يظهر ان لازم يبقى وراك اتنين رجاله احرسوك. ما الكتر برضه تغلب الشجاعه، مش ده كلامك ولا نسيت؟ انسيت وكلامي خلاص اتغير عن زمان. زي ما كل حاجه اتغيرت. ودم اللي ساح ده خلاص هيروح حاضر كده يا سيدي المعلمين. واحنا هنعمل لك ايه اكتر من اللي عملناه؟ ما احنا بلغنا الاسم ورجال السعيد اتعكشوا وحيباتوا الليله في التخشيبه، نعمل ايه اكتر من كده؟ نبلغ في الامم المتحده؟ يخرب بيت دي حكايه. طب ارسم وخش يا كبير. قوم يلا افتح الباب. مش قادر. انت مش شايف وشي متشلفت ازاي يا سيدي المعلمين؟ ماشي. الدلاع يا انعام، اشوف اني مين؟ يا اهلا بالمعارك. ازيك يا كان؟ الحمد لله نحمده ونشكر فضله. انا زي الفل. اتفضل اتفضل اتفضل. الله الله الله، حلم ولا علم ده؟ الرئيس سعيد سيستم وبيتنا. يا دي الهنا يا دي الهنا، يخرب بنت حكايه. انت يا هلا يا عجل عامل ايه؟ اللي تشوفه. نشرب حاجه في الاولى ولا سعيد؟ لا ولا حاجه، كان هما كلمتين ولا تغطاهم. اهو ماله ولا عجه. انا ما تعبت بس يا سيدي المعلمين، عليا نعمل تعبان ما ادري. لا خليك انت يا عجه، ما هو الموضوع يخصك برضه. بص يا كان، انا كان ممكن ابعت لك اي حد يجرجرك من قفاك لحد عندي، بس قلت ادي بالخير واجي لك بنفسي. خير ما فعلت يا رئيس سعيد. اصل ما تقرعش في الكلام كتير يا كان، هما كلمتين مش ثلاثه. ولا العجه ينزل دلوقتي من سكات عشان يتنازل عن المحضر اللي عملته ضد رجالتي.
بس المواضيع ما تتاخدش قفشه يا ريس سيستيمو. امال تتاخد ازاي؟ تتاخد بالذوق بالتفاهم. والله متفاهم على ايه يا اخويا؟ شوف يا ريس، انت ليك طلب عندنا ماشي على عيننا وعلى راسنا، بس يعني ببلاش كده. فهمتك. بص يا كان، اوعى للحظة يقول لك عقلك ان انا جاي اترجاك ولا اطلبها منك ولا حتى اتفاوض معاك. هي مصلحة انا عاوز اخلصها وامشي، واضح؟ ايوه، ما هو اصل بس يعني ما تلكش كتير يا كان. طب واذا قلنا لا؟ يا اخوي تقول ايه يا كان؟ لا، انا بقول لو، يعني لو قلنا لا دي ما فيهاش لو يا كان. يا ايوه يا لا، وانا شايفك وسمعك بتقولها ومش مصدق نفسي. طب بس سيبني انا ما بقاش سعيد ابو المكارم، سعيد سيستم زي ما بيقولوا عليا في السوق لو سبتك تغلقها. طب بس سيبني بس هفهمك. الصبي بتاعك هينزل دلوقتي حالا وهيتنازل عن المحضر، مفهوم؟ بالعافيه يعني؟ والله بالسوق بالعافيه هيحصل. خلاص الراجل قلب ازاي اهو اني جاي. اوعى لساني تفكر انك تعاديني يا كم، اوعى تنسى نفسك وتحط راسك براسي ولا تكح معايا وتفتكر نفسك بقى انك بقيت حاجه جامده. ده انت بالنسبه ليا حته صرصار، فاهم؟ حته صرصار ادوسك في اي وقت. الريس بتاعك ياخدك من ايدك سلانسيه ووديك الاسم زي ما وداك لما عملته المحضر، فاهم يا كم؟ فاهم. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة 9:30، الساعة 10 بالثانية تكونوا عندي، 10 ودقيقة أنا مش مسؤول هيجرى لكم إيه، فاهم؟ ما قلنا فاهم، يخرب بيت دي حكاية. ماشي. على فكرة أنا ممكن أبلغ البوليس. والله طب فكر كده وأعملها، شوف هيجرى لك إيه أول ما ترفع السماعة. تقول لي كلمة من دون ألقاب؟ انت مضروب في بطنك ولا في دماغك؟ يخرب بيت دي حكاية. صفوان اطفي الكمبيوتر ده، ميعاد نومك جه. صفوان انت مش سامعني؟ يلا خش سرير. انت ما بتردش عليا يا ولد. تقولي حاجة يا نوجة؟ اطفي المدعو ده وخش نام، انت فاهمني؟ فاهم، بس بتزعقيلي ليه؟ هاني كلامي يتسمع من أول مرة. حاضر. كان ممكن تقولي لصفوان اللي عايزة تقوليه له بس بالراحة. ماني ناديت عليه كم مرة قدامك بصوت واطي ومعبرنيش. وانتي هتعملي عقلك بعقل عيل؟ واني يعني عملت ايه؟ ضربته ولا بهدلته؟ اني حيلا عليه صوتي شوية. لا يا نوجة، انتي مش عجباني من يوم ما رجعتي من بيت اخوكي. وحال ابنك يعني اللي عاجبك؟ ده انا قلت عليكي عقلة وهتفهميه كده بالهداوة وتاخديه على كفوف الراحة والحنية. انتي كده بقى هتخليني اغير رأيي فيكي يا نوجة. أعمل إيه أكتر من اللي عملته وبعمله من يوم ما اتجوزني؟ لكن الظاهر مفيش فايدة. أني خلاص طهقت وزهقت ويئست. لا، كله إلا كده. تزعلي وتغضبي وتقرفي، لكن لحد اليأس هقولك لا. هتعيشوا إزاي مع بعض بعد كده؟ وإنتي شايفانا عايشين مع بعض قوي؟ ما كل واحد في سوقه. شوفي ما أقولك يا نوجة، في حاجة عايزة أفهمها لك ومش عارفة ازاي غايبة عنك. سلطان ده مهم قوي بالنسبة لسعيد، وكونه يغيب عنه كده مش هين عليه. اذا كان على الشغل ومشاكله اني استحمل يا خالتي. امال في ايه تاني يا بيت؟
ايوه يا عم حسين يا سماك يا نجم سوق السمك. انا فين ولا انت اللي فين؟ والله انا عاوزك بحاجه كده. لا ما ينفعش على التليفون. ايه رايك نتقابل في شقتي في حي البودره؟ انت فاكرها ولا نسيتها يا سحس؟ طب خلاص ربعايا وحكون هناك جايب لك معايا حته هبوه. طب سلام. حلوه ده صنف معتبر. ده احنا اتعلمنا المزاج على ايديك يا ريس حسين. امرني يا ريس سيستيمو. مصلحه بعون الله. لو عايز لبن العصفور يحضر. لا مش لبن العصفور يا عم حسين، بس في عندنا واحد في السوق أهله معلمهوش الأدب وأنا عاوزه يتعلمه، في نفس الوقت مش عاوز أبان في الصورة. السوق بتاعك ولا بتاعنا؟ ده بتاعنا. وماله؟ نعلمه شغل اللبش، مفيش أسهل منه. بس بلا أفيا يعني. يكون مين هو؟ كان. معقولة؟ مش دي اللي انت؟ اللي أنا واخد أخته. أيوة 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 أيوة. أنا كده عرفت أنت ليه مش عايز تطلع في الصورة. أنا سمعت إنه بسم الله ما شاء الله ربنا فتح عليه من وسع وبقى ياما هنا وياما هناك. كنت فاكر لك يد في الحكاية دي يا سيستيمو. لو هتخدمني يا ريس تخدمني من سكات، من غير ما تسأل أو تحاول تشد الكلام من بقي. استبينا؟ استبينا. اعتبر الشغلانة دي خالصة عشان خاطر عيون الريس سيستيمو وعشان خاطر الحاج سلطان ربنا يرد غيبته بالسلامه. تسلم يا ريس. الو ايه ولا شباره؟ بقول لك ايه، عايزك تاخد بعضك من الصبح من النجمه كده وتطلع على سوق العرب. بقول لك ايه، مش ده محل الكل؟ ما اليافطه قدامك مش شايفها؟ شايفها، عامل في الصورة زي البسرياية الناشفة. مفيش اخطبيته على الاخر، مش بيضحك على خبطه. جرى يا جدع منك له، ما كل واحد يتلم ويحط لسانه جوه بقه، يخرب بيت دي حكاية. كده مش حلو يا جدع، يعني احنا مش مؤدبين؟ كل دول مش مالين عينيك؟ أنا ما غلطتش فيكوا. الله 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 الله، ده بيزوق يا جدعان. أنا زقيت حد؟ ايوه زقيت، وانا شايفك بعناية دول. ما تزقونيش، انا بقول لك اهو. يا عم انا كلمت حد فيكو؟ ده ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا على الصبح دي؟ يخرب بيت دي حكايه. يلا رجاله. حسبي الله ونعم الوكيل، نازلين في تكسير في محل الكن من الصبح يا ريس. حسبي الله ونعم الوكيل، هي دي بس؟ وانتوا واقفين تتفرجوا عليهم محدش يعمل حاجه؟ وفي ايدنا ايه بس نعمله يا ريس سيستيمو؟ في ايدنا نعمل ايه؟ في ايدنا نتفرج عليهم، في ايدنا نعمل رجاله على بعضينا ونقطع بعضينا. فرحتي بيكم يا رجاله. ما تعملش اي حاجه يا اخويا، اتفرج وبس. اسكت. فين الفرخه
ايه الحكاية؟ حكاية يخرب بيت حكاية. طب سلامتك يا اخويا، ان شاء الله لك رحوب. تعال معايا تعال. قول الحمد لله يا اخويا، ده انا لولا لحقتك كانوا خلصوا عليك بعد ما خلصوا على المحل. اصيل يا جوز اختي، ولو على الحاجه اللي اتدشدشت ما تعتلش هم يا اخويا، انا رقبتي سداده. هذه بسيطه، لو على الفلوس تهون، انا في اعصابي اللي ضاعت مني. داني فرح يقرب يا جدعان، خرب بدي حكايه، اجيب اعصاب منين انا دلوقتي؟ امال الولا عجه فين؟ اديته اجازه النهارده. اه ما ظهرتوش امبارح يعني في الميعاد. تقول ايه بقى؟ اللي اتاصلوا على مواطيه، انما بعد وقفتك جنبي انا هروح اجيبه من قفاه واخليه يتنازل لك عن المحضر. امتى؟ دلوقتي لو حبيت. يبقى خير البر عاجله، يلا بينا. طب والمحل المفتوح ده؟ يا راجل خلي قلبك ابيض، هو بيه في المحل حاجة يتبكي عليها؟ قوم يا راجل قوم. يا سلام، ده الاتنين خارجين مع بعض زي السمنة على العسل. ده اسمه حنجلونة بالزبادي. يا جدعان دول نسايب، يعني اهل اتخانقوا ولا اتصالحوا، نسايب طلعوا نسايب نزلوا حبايب، ولا انتوا كده ما بتفرحوش غير في النصايب؟ صراحة بقى الحكاية دي ما تخشش اي دماغ. رجالتهم يتخانقوا في يوم وتاني يوم يرجعوا عادي كده ولا كأن حصل حاجة. المعلم كان قلبه كبير وبيسامح الركع اللي عاملين فيها ديابه هم فيران. اهم حاجة انه يبقى ديب كده في ليلة الدخل. وعدنا يا رب. معلم بصحيح، شوفوا راح اتجوز مين يا جدعان. اقول لك يا فرهود، لما روحك كله للخوض في الاعراض. يا عم انا قلت حاجة. على البركة، يلا مبروك يا سيستيمو. تشكرين يا هشام باشا، احنا تعبناك معانا. على ايه؟ انا ما تعبتش في حاجة، انا كنت عارف ان انتوا اهل وهتتصافوا بسرعة. واكتر من الاهل كمان. هو الرجالة هيخرجوا امتى؟ دلوقتي حالا. ابعتولي عنتر ودرويش من الحجز. سيبنا يا ريس. نعم البراغيث هرتنا بس خلاص دي لو عدت. يا ريتها كلتكم، حصلوني على المخزن على طول، ربع ساعة بالظبط. هو في حاجة ولا يا ريس؟ حاجة؟ ده في حاجات. تفتكر في ايه؟ مش عارف، بس أكيد كده الحكاية ما تصرش. كبارة يا رجالة. احنا غلطنا يا ريس، ومحدش فينا يقدر ينكر. بس دي اخر غلطة اسمح بيها بقى. انتوا مش شغالين عندي عشان اجري وراكم واطلعكم من الحبس كل ما تعملوا لكم شكلة في السوق. انا اجري ورا واحد جعر زي الكن ولا صبيه عشان يتنازلوا عن المحضر؟ ليه؟ هما اللي ابتدوا يا ريس، الواد عجة كان معرضها على الآخر. ماشي، المرة دي هعديها، لكن المرة الجاية قسما بالله العظيم مش هعديها. آخر الكلام، كل واحد يعرف هو بيعمل إيه. أنا مش عاوز أجي على حد ولا عاوز أقطع رزق حد، مفهوم؟ بقول مفهوم؟ مفهوم يا ريس. والله ليكي وحشة يا نعنى، بقالك كتير ما غلطتيش وعديتي عليا. هعمل ايه بس؟ ما انت عارفه اللي انا فيه يا نوبة. عمايل اخوكي نازله ترف على دماغي ورا بعضيها مش لاحقه فوق منها. انت لسه قاعده عند ابوكي؟ امال هروح فين يعني؟ طب تحبي اني اتدخل؟ لا سايقه عليكي النبي، كتر خيرك يا اختي. ما هي لو ما جاتش منه يبقى مالهاش لازم ولا ايه؟ والله اللي انا شايفاه ان الرجاله كلهم زي بعض، محدش فيه الرجل، كل كوم والكن كوم تاني. ده اندل واوطى خلق الله،
إلهي وانت جاهي أشوف فيك يوم أسود من الوحل يا كن. بيتهيألي كلهم زي بعض. اسأليناني الجديدة تفضل حلوة لغاية ما يتملكوا منها، وبعد كده ارمي شوف غيرها. ده حتى القديمة ساعتها بتحلى ويبقى مرشوش عليها سكر بودرة. طب سيبك مني أنا خالص، خرجيني برا الحسبة. العيال ولا كأنهم عياله. هو ما بيسألش على العيال يا نعنى؟ لا بيسأل ولا بيبعت حتى قرش ساغ تاني. دول ولا كأنهم عيال، ده أنا كأني لاقيهم على باب جامع ولا على باب ملجأ. أنا حاسة لو هم ماتوا من الجوع ولا اتشردوا، ولا بقى واحد يروح يضرب بانجو ولا يشم ولا ياخد بودرة، ولا هتتهزله شعرة. انت بتعملي ايه يا نوبة؟ ايه يا بت؟ احنا مش اتفقنا المليان يكب على الفاضي؟ امسكي. الله في سماه وحد الله بحدود، قاعده معاني ماني واخده منك تعريفه. ايه يا بت يا نعم؟ هو احنا مش اخوات؟ معلوم، بس مش معنى كده ان انا انحل وبرك. الكلام ده لما كان البعيد اسم النبي حرسه عدمان وسبرسجي، لكن بعد ما تتفتح له طاقه القدر وربنا يكرمه من وسع يخلينا نمد ايدينا. طب ليه تمد ايدك؟ ده ايه؟ ايه الكلام ده؟ انت مجنونه؟ هو انا غريبه؟ معلش يا اختي ما تاخديش على خاطرك مني، بس مش معنى كده ان كل ما اجي افك معاكي بكلمتين اقوم حملك فوق طاقتك، والا الله في سماء ما هاجيلك تاني ولا هتشوفي وشي. يلا بقى يا نوجه، معلش فوتك بعافيه. والله زمان يا عم كان. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ قري يا كان، انت نسيت ان انا اللي سكنتك اصلا هنا؟ نسيت ان انا اللي جايب لك الشقه العظيمه دي؟ لا يا عم انا ما نسيناش ولا حاجه، بس فرضا يعني كنت قاعد مع الجماعه يعني في ساعه صفا تقوم الاقيك فوق دماغي كده زي السينما والناس من غير لاحم ولا دستور، يعني يخرب بيت حكايه. قري كان بقالك كتير مش باين ليه؟ أنا قلت أجي أطل عليك. أنا زي الفل، مشغوليات السوق بقى. أيوة ما أنا متابعك كويس، أخبارك كلها عندي. يبقى عرفت إيه اللي حصل للمحل النهارده؟ وسمعت كمان بالخناقة اللي اتضحطح فيها صبيك قدام وكالة سلطان. إيه؟ ما قدرتش تربط الحكايتين ببعض؟ ما في حاجات كتير يا عمنا ممكن تتربط ببعضيها. حاجات زي إيه؟ لا مفيش. قول يا كم، انا سامعك كويس. ما قلنا مفيش، يخرب بيت حكايه. واخبار البضاعه اللي انت مخزنها في محلك القديم وبترميها في السوق ايه؟ ماشيه تمام التمام. بتكسب كويس ها؟ ما كله محسوب بالقرش والتعريفه. يعني اقدر اكلم سيد بتاع المينا يخرج لنا شويه بضاعه، ولا تحب تكلمه انت؟ انت بتلف وتدور على ايه من الصبح يا عم فوزي؟ قولي انت، لغيني يا كن. لما تحب تلعب لوحدك فكر شويه، ما تبقاش حمار. وليه الغلط ده بس يا عمنا؟ انا حبيت افوقك بس. مفيش حاجه يعني لما العب شويه لوحدي، ماني شايل الشغل كله على كتافي. ايوه بس بالاصول يلا، مش من ورائي. ماني برضو لسه محافظ يعني على الاتفاق اللي كان بيني وما بينك. اتفاق ايه وانت لسه قايل انك بتلعب لحسابك؟ الاتفاق الاولاني. على فكره الرئيس سعيد لسه سألني عليك 3-4 مرات خلال اسبوع. وبعدين؟ انا كان ممكن اخرج زي الجردل يعني واقول له على الاتفاق اللي بيننا وان انت شريكي مثلا، بس انا بتاعك. كتر خيرك. كتر خيرك يا كان. يا اصيل. يا ابن الأصلة. يخرب بيت حكاية. This is the last thing I would have expected to hear from you, and especially at this very particular point of time.
Sorry, Mr. But this circumstances can happen with anybody. Not in our profession. Our work does not allow us to have bad circumstances or excuses. And especially not to back off in this very insulting manner. But we are not backing off. Yes, you are backing off, sir. And I warn you, you are putting yourself in a very dangerous spot. Look, mister, I'm not here for you to threaten me. We are trying to help you, but we can't because our hands are paralyzed. Please, please, mister, pray to God with me to make Haji Sultan come back safe, and then everything will be all right. Thank you, sir. Thank you, mister. Salam, ya khuya. Goodbye. فين يا دوب؟ حلو حلو أوي ولسه يا رب تكوني مبسوطة دلوقتي. خايفة يا عمر، خايفة أوي. انتوا ازاي سبتوني اعمل كده؟ اهو ده اللي احنا بناخده منك، تعملي العاملة من دول وتدوري على حد علشان تلزقي فيه غلطك كده يا أما. بدل ما تقفي جنبي وتاخدي بخاطري، متشكرة يا أم قطم. أنا صحيح كان نفسي أفرح بيكي وأشوفك متستتة في بيت راجل، مش ده المثل بيقول البوار ولا الجواز العار. أنا حاسة إن ريحة جوه البيت مش عارف أرجع. محدش ضربك على إيدك، لكن هنقول إيه ونعيد إيه؟ ما خلاص الفاس وقع في الراس. وقعت في الراس خلاص؟ امال ده اسمه ايه ده؟ الناس كلها جايه يوم الخميس، والكان بيقول ان هو هيعمل فرح يسمع بورسعيد كلها. هو ايه اللي لا؟ لا يعني لا؟ لا لما تلقك. عرفت هتعمل ايه يا توما؟ عرفت. تلاقيك مستغرب، تلاقيك بتسأل نفسك اشمعنى يعني اخترتك انت من دون الناس كلهم. صح، ليه انا؟ عشان انت يا توما مش متشاف، موجود ومش متشاف. ولاد الليل اللي زيك الليل بالنسبة لهم ستر وغطا، عشان كده انت هتعمل الحكايه دي بالليل، مش ضروري الليله، اي ليله تعجبك. طب بقول لك يا ريس. قول يا توما. بلاش انا. لا كده ازعل منك قوي، ده انت بطل قدها وقدود. خد ادو ربط كلام عربون اتفاق. ربط كلام عربون اتفاق ازاي يعني؟ ولما تخلص الحكاية ليك قدهم مرتين. شوف بقى يا عم، فكر هتعمل بهم ايه؟ تعالج امك، تنقلها المستشفى، تسكنها في بيت تاني انضف من كده،
تشوف لك محل مشروع تسترزق منه، تاكل تلبس تتمتع، تخلص بقى من البيت ده والبلاوي اللي وراه. يلا يا توما شد حيلك، ولما تخلص الحكاية يبقى روح اختفي لك كام يوم في أي حتة، بس ما تنساش تملى الجركن على الآخر. على الآخر على الآخر. طب حتى سعيد يعني لو الحاج كان سافر في مأمورية ولا حاجة، إيه اللي يخليك تبقى ملكه باسمك؟ ما هو ده اللي قلقني. لا بقى يا سيستر، الحكاية دي فيها إنة. إنة إيه؟ بص يا عم سعيد، أظن طبعا دلوقتي مفيش حد غريب قاعد بينا، إحنا كلنا إخواتك، وطبعا أنت واثق قد إحنا بنحبك. عارف، بس ليه المقدمات دي كلها؟ عاوز تقول إيه؟ يعني صحيح الكلام اللي بيترطرط عليكوا دوت؟ كلام إيه؟ إن أنتوا بتتاجروا في الآثار. ليه السؤال ده؟ عشان يا سيستم لو كان الكلام ده صح، يعني نفكر في موضوع الحاج سلطان بطريقة تانية. بص بقى سعيد، في حاجات غريبة بتحصل في الموضوع دوت، انت نفسك ما كنتش عايز نسأل عليه في المستشفيات، زي ما تكون عارف هو اختفى ليه. صحيح، احنا كنا كل حين ومين نخش في عملية من النوع ده، بس كان كل حاجة ماشية زي الفل. اللي بيحصل ده عمره ما حصل. ازاي بقى؟ اذا كان الناس بتتكلم على حكاية موت ابوك لحد دلوقتي وبتقول عليها قصص وقصص. الناس بتقول اللي على كيفها. الناس تقول اللي على كيفها لكن في الحالة اللي زي حالتك دي لا يمكن البني ادم يتجاهل الحقيقة، خصوصا يعني ان الحاج سلطان ده ما هوش عيل صغير ولا راجل عادي يختفي بالطريقة اللي اختفى بيها ديت. وبعدين حكاية انه هو يسيب وصية ليك دي الإنة اللي كان مطهور قصده عليها. لا يا سعيد، في حاجة غامضة محدش يعرفها إلا أنت، لأنك أنت الوحيد اللي عارف الحاج سلطان كويس، وبعرف طريقة شغلك كويس كمان. انت لسه ما زهقتش؟ مش هزهق لغايه ما اسمع قرارك بوداني. معاي ولا مش معاي؟ وايه اللي اضطرني اعمل كده؟ ايه اللي يخليني احط ايدي في ايد واحد زيك؟ السؤال هو ايه اللي يضطرني اني اعمل كده؟ ولعلمك بقى، انا ممكن اكمل سكتي اللي ابتديتها بعد ما خرجت من السجن لوحدي من غيرك، بس انت بقى تهمني. ما انت ابن توفيق، صاحب عمري اللي قتلوه غدر. لا يا ريس، مش هتقدر تعمل حاجة، مش هتقدر تعدي اي خطوة في السوق ده الا بمزاجي لما انا اسمح لك بكده. اوعى تفتكر اني محل الكن ولا البضاعة اللي مسرحه يوزعها. كل ده بيحصل وانا نايم في العسل. لا بس انا مش عاوز اعمل شوشرة، ومنتظر رجوع الحاج بالسلامة عشان ما يعدنيش العيب. تاني رجوع الحج، تاني وتالت ورابع، ولعلمك دي الحاجة الوحيدة اللي حيشاني عنك. لو الحج ما رجعش بالسلامة لا سمح الله، أنا مش هرحمك. يا بورسعيد مين ياخد بايدينا في المعمعيه، يا بورسعيديه فين المعديه المستعديه، تاخدنا على عيدنا وتدينا هديه وعد.
سقياني سقياني المر لك عاني وبعاني وانا مش لوحدي اهياني 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 الايام مسهياني سقياني والدنيا سقياني سقياني المر لك عاني وبعاني وانا مش لوحدي يا عيني يا بورسعيدي يا بورسعيدي ايام معدية تقولوا بعدية كيهن يا من ياخد بيتنا في المعمعدية يا بورسعيدية فين المعدية المستعدية تاخدنا على عينا وتدينا هدية وعدية للبورسعيدية عشقك وعشقاني عشقاني يا بورسعيداني ايواني عشقك وعشقاني عشقاني عالحب نشقاني نشقاني وقلبي حقاني واشقاني وبقدم هدية يا بورسعيداني ايواني عشقك وعشقاني عشقاني عالحب نشقاني نشقاني وقلبي حقاني واشقاني وبقدم هدية يا بورسعيداني سعيدية على الله من تاني من تاني يختار بستاني بستاني على الله من تاني من تاني يختار بستاني بستاني وابقى قلستاني قلستاني وتحلى علشاني وابستاني